بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. صدق الله العظيم. معالي المستشار الجديد حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الموقر، العالم الشيخ الجليل من شيوخ القضاء، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترم، تحية امتداد وتقدير لكم جميعا. في البداية أشير إلى أنه ما كان لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح للمناقشة أمام مجلسكم الموقر تمهيدا لسنه أن يكون بهذه الصورة الدستورية والقانونية المتكاملة والتي تعد بحق إضافة حقيقية إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة. ما كان ذلك يتحقق إلا بعد دراسة متأنية ودقيقة من خبراء متميزين وذوي كفاءة عالية ومستوى رفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائي. أنجزتها اللجنة الفرعية بالمجلس حين أعدت مشروع هذا القانون، وأتمتها بحق لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، فخالص الشكر والتقدير لمعانيكم ولكل من السادة الأساتذة رئيسي وأعضاء هاتين اللجنتين ولكل من ساهم برأي في بناء هذا المشروع. وفي سبيل البداية أيضا أتقدم إليكم أيها النواب المحترمون بشكر يليق بمقامكم الرفيع، فمجلسكم الموقر يطلع دائما بدوره التشريعي في تحديث النظام القانوني لتحقيق المصلحة العامة ودعم مصلحة المواطن والوطن. فوضع النظام القانوني المصري في مقدمة الأنظمة القانونية الأخرى التي صارت على درب مبادئكم التشريعية القويمة واتخذت من غاياتها سنة ومنهاجا ومن دقة معانيها تعبيرا وتبيانا، فصار التشريع المصري في الريادة دائما. إن مشروع قانون الإجراءات الجديد قد جاء تجسيدا حقيقيا لجمهوريتنا الجديدة، قد حرص فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها من خلال إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع. فتجلت أهم غاياته في تنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية والجنائية ومواكبة التطور التقني باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في تحقيق العدالة البائزة، وذلك كله بما لا يخل بحقوق الدفاع وقواعد المحاكمات المنصفة وحسن سير العدالة. عند إفراغ الالتزامات الدستورية التي حددها الدستور المصري في نصوص إجرائية تتفق والغرض منها، كان من أهم الدوافع التي دعت إلى إعداد مشروع القانون. فجاء المشروع بتنظيم متكامل لحقوق الدفاع وضمانات حقوق المتهم في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، ووضع ضوابط للحبس الاحتياطي، وأضاف إمكانية التعويض عنه إذا ما توافرت شروطه، كما أجاز لسلطة التحقيق المختصة الأمر بإجراء تدبير وقتي من تدابير عدة بديلا عن الحبس الاحتياطي. ونظرا لوجود فراغ تشريعي تداركه الدستور، وقد كان من الضروري استحداث مشروع القانون تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول. لما كانت مكافحة الفساد من أهم أولويات الجمهورية الجديدة، ومن منطلق تحقيق التوازن بين هدفها في تضييق الخناق على المفسدين وحماية المواطنين الشرفاء، وقد كان من الأهمية في المكان أن يضع مشروع القانون تنظيما لحماية المجني عليهم والشهود والمبلغين
تشجيعا لهم على الإبلاغ عن الجرائم دون خوفة أو رهبة. ولم يكن مشروع القانون غافلا عن توفير حماية أيضا لحقوق الأطفال والمصابين بأمراض نفسية وذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، إضافة إلى تبعيد حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية. ولمواكبة التطور التقني، فقد وضع المشروع تنظيما متكاملا لنظم الإعلام بما يواكب التحول الرقمي جنبا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالي، فضلا عن استخدام وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وتماشيا مع النظم العقابية الجديدة، ضمن مشروع قانون إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير، واستبدال إلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال المنفعة العامة بالإكراه البدني. وقد تناول المشروع إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الإرهابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وأضاف تنظيما للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. جاء ذلك من منطلق سعي مصر لدعم التعاون القضائي الدولي، خاصة فيما يتعلق بضبط وتسليم المجرمين. وإنني على ثقة كاملة بأن مجلسكم الموقر يضع الإصبع إليه تحقيق المصلحة العامة التي تعد غايتنا المشتركة وتعكس الصورة الحقيقية لوطننا. السيدات والسادة النواب المحترمون، دعوني أقول قول عدل مستمد من إيمان بالله يقين به، إن مصر ستبقى بمشيئة الله وتعالى وإذنه مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها، فهي التي ساهمت بحضارتها منذ آلاف السنين في تجسيد الفكر القانوني لأحكام القانون الإنساني الدولي وفي وضع قواعد حماية حقوق الإنسان وحرياته. انظروا إلى أمر من الملك المصري حتمس الثالث لجنوده في عام 1425 قبل الميلاد، ترجمته نصا كما وردت في البردية الخاصة بذلك الآتي: لا تقتلوا جنديا يستسلم، لا تقتلوا مدنيا لم يرفع سلاحا، إياكم أن تبصوا طفلا أو امرأة بسوء، اعطوا الطعام للجائع كي يعطيكم الرب أضعافه، إياكم أن ترهبوا خائفا أو مزعورا فهذا لا يرضي الرب. والشكر كل الشكر الجزيل للشعب المصري الأصيل الذي جعل حبه لوطنه طريقا وطريقة يتقرب بها إلى الله، إيمانا بالله وتصديقا لما جاء بكتابه. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.